بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمة معالي الرئيس نعمان، مدارس وأكاديمية الميقات الإسلامية. أعزائي طلبة الصف الثامن، نكمل شرح وتحليل قصيدة في وصف الغروب للشاعر معروف الرصافي. وصلنا في الشرح إلى البيت الثامن في قول الشاعر: شفق كأن الشمس قد رفعت به ردنا بذوب ضيائها مبلولة. أول شيء بالنسبة مع الكلمات، الردن هو الكم. ما المقصود بالكم؟ وهو جزء من الرداء الذي نلبسه في أيدينا، هذا اللي عند الياد نسميه كما، صحيح؟ وهكذا هو بالعامية وبالفصيحة نفس الكلمة. فيقول الشاعر يتحدث عن الشفق، كيف أن هذا الشفق الأحمر كأنه كم ثوب رفعته الشمس وقد بللته بما يذوب، يعني جعلت هذا الكم يذوب مثل الشمس، تمام، مثل عفوا الشفق. فالشمس تركت خلفها شفقا كالحرير المبلول، فكأنه كم قد بللته من ضيائها. فعندنا هنا صورة فنية، انه شبه الشاعر الشمس كأنها تلبس ثوبا، وعندما رفعت الشفق الأحمر إلى الأعلى إلى داخل السماء، فكأن إنسان رفع يده إلى الأعلى، فنتيجة رفعه الإنسان يده إلى الأعلى، ما الذي يحصل للكم الذي يلبسه؟ ينزل إلى الأسفل. وهكذا بالنسبة للصورة الفنية، ينزل الكم فتظهر أكمامه ويظهر يديه، تمام؟ هذا بالنسبة للصورة. فكأن الشمس عندما تغيب وتترك خلفها الشفق الأحمر، كأنه شفق أحمر رداء مبلول، تمام، قد ذاب وانتشر في داخل السماء. فشفق كأن الشمس، كأن حرف تشبيه ونصب، وهو من أخوات إن. أخوات إن أين اسمها؟ كأن الشمس، اسم كأن منصوب علامة نصبه الفتحة، قد حرف تحقيق ورفعت فعل ماضي، تمام، والفاعل مستتر. طبعا هذه التاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. قد رفعت ماذا؟ ردنا، أي كما، فهو مفعول به منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. طبعا الجملة الفعلية قد رفعت ردنا هي في محل رفع خبر كأن، يعني جاء الخبر عندي على صورة جملة فعلية. انظر لي إلى الهمزة في كلمة كأن، كتبت على ألف، وإحنا نعرف أن الهمزة المتوسطة تكون حسب حركتها وحركة ما قبلها، فكتبت على ألف لأنها مفتوحة وما قبلها فتحة، فكتبت على ألف. بذوب ضيائها، انظر للهمزة في ضيائها، همزة متوسطة كتبت على نبرة، لماذا؟ لأنها مكسورة، اللي جاءت عليها كسرة، والكسرة أقوى الحركات في اللغة العربية، تمام؟ ننتقل للبيت السابع. والشمس قد غربت ولما ودعت أبكت حزونا بعدها وسهولا. ما الحال الذي تركته الشمس بعد مغيبها عن الأرض؟ عندما غربت، عندما لودعت الأرض، أبكت حزونا، حزون هي الأرض الوعرة والسهول. إذن بعد مغيب الشمس، فإن الشمس قد بكت عليها الأراضي الوعرة، وبكت السهول، وبكت الأرض جميعها عليها بسبب غيابها وسبب حلول الظلام عليها. فهنا يصور الحزون والسهول بأناس يبكون على الشمس بسبب فراقها وبعدها عنها. والشمس قد غربت، الشمس مبتدأ مرفوع على مترفعه الضمة، صورته جاء على صورة معرف بأل، تمام؟ أشمالها الشمس قد غربت، إذن قد غربت هو الخبر. نوع الخبر عندي هنا عبارة عن فعل، فاعل مستتر، معناها الذي يتكون من فعل وفاعل هو جملة فعلية، فالخبر جاء على صورة جملة فعلية، تمام؟ هنا قد حرف تحقيق لأن جاء بعدها فعل ماضي، وغرب فعل ماضي، التاء تاء التأنيث الساكنة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، لكن قد غربت الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الشمس. أبكت حزونا، أبكت فعل ماضي، أيضا التاء تاء التأنيث الساكنة، حزونا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بعد ظرف منصوب، الهاء في محل جر بالإضافة، وسهولة سبقت بواو، الواو حرف عطف سهولة، اسم معطوف منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. معطوف على ماذا؟ معطوف على حزونا، أبكت حزونا وسهولة، فسهولة اسم معطوف منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. البيت العاشر.
غابت فأوحشت الفضاء بكدرة، سقم الضياء بها فزاد نحولا. إذا عندما غابت الشمس، إيش الشيء الذي تركته خلفها؟ أوحشت، بمعنى أصبح المكان موحشا وحيدا. من الذي أوحشت؟ من أوحشت الفضاء، فصار الفضاء موحشا وحيدا بسبب غياب الشمس عنه. سقم الضياء، سقم أي مرض، فالضياء أصبح مريضا ونحيلا ونحيفا بعد غياب الشمس عنه. فعندما غابت الشمس تركت الفضاء والمكان موحشا مظلما، فكأن الضوء أصابه المرض حتى أصبح ضعيفا. عندنا هنا في هذا البيت صورتين، يوجد صورتان فنيتان. الصورة الأولى أوحشت الفضاء، يعني صورت الفضاء بالإنسان الذي يستوحش ويشعر بالوحدة بعد غياب أهله وأصحابه عنه. من أهل الفضاء هنا؟ كانت الشمس، تمام؟ الصورة الثانية سقم الضياء. هل الضياء يمرض؟ لا، وإنما الإنسان الذي يمرض، فشبه الضياء بالإنسان الذي يمرض ويزداد مرضه وضعفه بعد غياب الشمس عنه. غابت فأوحشت الفضاء، غابت وأوحشت كلاها أفعال ماضية مبني على الفتحة. أيضا الفاعل للفعلين ضمير مستتر تقديره هي، تعود على الشمس. أوحشت الفضاء، الفضاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سقم الضياء، سقم فعل ماضي والضياء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فزاد نحولا، أيضا زاد فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر، نحولا مفعول به. بها هنا بها جار ومجرور، عبارة عن الباء حرف جر والها ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. طيب غابت فأوحشت الفضاء بكدرة سقم الضياء. الفضاء والضياء كلاهما انتهت بهمزة كتبت على السطر، وهي همزة متطرفة. نحن نعلم الهمزة المتطرفة، ننظر إلى حركة ما قبلها. الفضاء والضياء قبلها ألف ساكنة، معناها كتبت الهمزة متطرفة على السطر لأنها سبقت بحرف ساكن. البيت الحادي عشر. وأتى الظلام، وأتى الظلام دجنة فدجنة، يرخي سدولا جمة فسدولا. عند حلول الظلام، فإن الظلام يحل شيئا فشيئا، لا يحل مرة واحدة على الأرض، وإنما درجة فدرجة، يعني يبدأ الضياء بالضعف شيئا فشيئا حتى يختفي تماما ويحل الظلام كاملا. وهكذا الظلام يأتي درجة فدرجة، شيئا فشيئا على الأرض. أتى الظلام شيئا فشيئا بعد مغيب الشمس، فيضع كأنه يرخي سدولا. سدولا أي جمع سدل وهو الستار. يرخي سدولا جمة، يعني يرخي السدول والستائر الكثيرة على هذه الأرض إلى أن يعم الظلام كاملا على هذه الأرض ويسود ويختفي أنه. هكذا يأتي الظلام، لا يأتي مرة واحدة، وإنما يحل على الأرض شيئا فشيئا، ظلاما بعد ظلام، كأنه ينشر ستائر سوداء على هذه الأرض حتى يعم الظلام كاملا عليها. فهنا يشبه لنا الظلام بالإنسان الذي ينشر الستائر السوداء على الأرض بعد مغيب الشمس. وأتى الظلام، أتى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر. الظلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وأتى الظلام دجنة فدجنة، انظر إلى الفاء، إيش الفاء هنا؟ حرف عطف، تمام؟ دجنة اسم معطوف على دجنة الأولى، فدجنة اسم معطوف هنا، دجنة اسم معطوف منصوب علامة نصبه التنوين الفتح. يرخي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وسدولا ايش؟ مفعول به، يرخي هو سدولا مفعول به منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. طلع يرخي سدولا فسدولا، ايضا الفاء حرف عطفنا، وسدولا ايضا اسم معطوف منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. البيت الثاني عشر. سبحان من جعل العوالم أنجما يسبحن عرضا في الأثير وطولا. طلع هنا سبحان، هذا أسلوب تعجب سماعي. إيش يعني أسلوب تعجب؟ يعني يتعجب الشاعر هنا، لكن سماعي يعني أنا فهمت بالمعنى
عند السماع له إنه أسلوب تعجب. أسلوب التعجب يا ثامن يقسم باللغة العربية لقسمين، سماعي وقياسي. قياسي يعني على القاعدة، هنا ما جاء على القاعدة، يعني أعلمكم فيه لاحقا إن شاء الله المقصود بالقياسي، لكن هنا سبحانه هو نسميه أسلوب تعجب سماعي. فيتعجب الشاعر من ماذا يتعجب؟ يتعجب من بديع وصنع الله وعظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق. من جعل العوالم أنجما، فقد ملأ الله سبحانه وتعالى هذا العالم بماذا؟ بالأنجم. العوالم جمع عالم، أنجما جمع نجم. فقد ملأ الله سبحانه وتعالى هذا العالم بالنجوم والكواكب التي تسبح في الفضاء، تسبح بمعنى تتحرك بالفضاء، الأثير أي الفضاء، فهي تسبح في الفضاء بالعرض وبالطول وبكافة أرجاء هذا الكون. تمام؟ فمثل ما قلت يتعجب الشاعر من بديع وعظمة خلق الله سبحانه وتعالى الذي ملأ العالم وملأ هذا الكون بالعوالم وبالأنجم وبالكواكب التي تسير وتسبح في الفضاء عرضا وطولا. سبحانه أسلوب تعجب سماعي. سبحان من جعل، هنا من اسم موصول بمعنى الذي، سبحان الذي جعل، يعني هيك مقصود في الجملة. جعل فعل ماضي مبني على الفتحة، فاعل ضمير مستتر تقديره هو. جعل العوالم مفعول به، طب جعل العوالم ماذا؟ أنجما. إذا عوالم مفعول به أول، وأنجما مفعول به ثاني، منصوب على نصبه تنوين الفتح. يسبحن فعل ماضي مبني على السكون. يسبحن فعل مضارع عفوا مبني على السكون. ليش هذا الفعل المضارع جاء مبنيا يا ثامن؟ لأنه اتصل بالنون. إيش هذه النون؟ نون النسوة. إحنا نعلم إنه الفعل المضارع هذا من الفصل الأول إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى على السكون، فأقول يسبحن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والنون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يسبحن عرضا في الأثير وطولا. في الأثير جار ومجرور، الواو حرف عطف، أطولا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. معطوف على من؟ على عرضا. يسبحن عرضا وطولا. تمام؟ فطولا اسم معطوف على عرضا. البيت الثالث عشر والأخير، كم قد تصادمت العقول بشأنها وسعت لتكشف سرها المجهولة. كم قد تصادمت، هنا كم تفيد التكثير يا ثامن، لا أقصد بكلمة كم إني أنا أريد العدد، لا، كم قد تصادمت العقول، يعني كثيرا ما تصادمت العقول واختلفت. تصادمت بمعنى اختلفت وتحيرت العقول. لماذا تحيرت العقول؟ حتى تكشف سر هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ توصلت هذه العقول إلى بعض النتائج وتوصلت إلى بعض الحقائق، لكن هل حصلت على الحقائق كاملة التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ لا، فهناك سر كبير في خلق هذا الكون، في خلق هذا العالم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فكم قد تصادمت، أي كثيرا ما تصادمت، كثيرا ما اختلفت الآراء والاجتهادات بشأن صنع هذا الكون وشأن خلق هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فمضت هذه العقول لكي تكتشف وتستكشف أسرار هذه النجوم وأسرار هذا الفضاء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فكم قد تصادمت، هنا كم التكثيرية يا ثامن مرة أخرى، كم تكثيرية يعني تفيد التكثير. قد حرف تحقيق، تصادمت فعل ماضي مبني على الفتحة، طبعا التاء هذه تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وضعت الكسرة منعا لالتقاء الساكنين مع العقول. فالعقول، من التي تصادمت العقول، فالعقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وسعت لتكشف، سعت فعل ماضي، أيضا تاء التأنيث الساكنة الفاعل مستتر. لتكشف، اللام هنا لام التعليل، وتكشف فعل مضارع منصوب بماذا؟ احنا قلنا انه بعد لام التعليل وبعد حتى ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة، يعني تقديرها الجملة لأن تكشف، لكن أين أن؟ مضمرة مختفية يعني،
أضمرناها أخفيناها. فتكشف أقول فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره طبعا، والفاعل مستتر تقديره هي، وسر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. المجهولة نعت، نعت لمين؟ لسر. تكشف سرها المجهولة، فهو نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام، هيك احنا بنكون انتهينا من شرح وتحليل القصيدة يا ثامن. الرجاء الاستخراج هذه الأشياء من البيت من الأبيات من 8 إلى البيت 13. حرف تحقيق، اسم معطوف، ضميرا متصلا، جمع نجم. ما أريد جمع نجم منك يا ثامن، من الأبيات. حرفا ناسخا، خوات إن مضافا إليه، كلمة بمعنى الفضاء، خبر عصور الجملة فعلية، أسلوب تعجب سماعي، وقد قلت في الأبيات. سبب كتابة الهمزة عصورتها في كلمة ضيائها، لماذا كتبت الهمزة على نبرة؟ كأن سبق، لماذا كتبت على ألف والضياء كتبت على السطر منفردة؟ لماذا كتبت الهمزة على هذه الصورة في الأبيات السابقة؟ الرجاء نقل الشرح أعزائي الطلبة، حل سؤال الاستخراج وتزويدي فيه على الخاص. هيك احنا نكون انتهينا من تحليل القصيدة كاملة. ألقاكم إن شاء الله في الحصة القادمة حتى نبدأ بحل أسئلة وتمارين الكتاب. أستودعكم الله وأراكم على خير.